شعبية، فتح حماس شعبية، انهوا الانقسام، انهوا الانقسام، انهوا الانقسام، انهوا الانقسام. ضرورة العمل المشترك من أجل إنهاء الاحتلال، وهذا يتطلب وحدة وطنية ومشاركة سياسية وإنهاء للانقسام الذي مس كل نواحي الحياة الفلسطينية. ندعو المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه شعبنا الوطني الفلسطيني، والعمل على إنهاء الحصار الظالم المفروض على شعبنا، خاصة الإخوة في حركتي فتح وحماس، إلى تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية على المصلحة الحزبية. ونناشد بدماء الشهداء وألام الجرحى وذوي الإعاقة وعذابات الأسرى إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة. كنتم تحبون الوطن وتحبون فلسطين.